بتخطيط مصر. وزير الخارجية المصري يعلن تلقي مصر دعوة أمريكية لاجتماع ثلاثي بشأن سد النهضة. ونائب يقدم طلب إحاطة في مجلس النواب بشأن تكرار تعطل آلية الدفع الإلكتروني بالجهات الحكومية. أصداء قضية شهيد التذكرة ما زالت تتواصل وسط دعوات باستقالة وزير النقل. ومساعد وزير الخارجية الأمريكي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بالآونة الأخيرة. تابعوا. أعلن وزير الخارجية سامح شكري عن تلقي مصر دعوة أمريكية للاجتماع مع دولتي السودان وإثيوبيا في واشنطن في 6 نوفمبر المقبل. الإعلان جاء في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني أمس الثلاثاء. وأكد شكري أن واشنطن تهدف من الدعوة لكسر الجمود في المفاوضات الخاصة بسد النهضة. ولم تعلق الولايات المتحدة أو إثيوبيا أو السودان حتى الآن على ما أعلنه الجانب المصري. وينضم إلينا عبر خدمة سكايب محمد سعد باحث في العلاقات الدولية. أهلا بك معي أستاذ محمد. وحتى الآن ما فيش أي بيان رسمي من الدول الثلاثة، ولا من إثيوبيا ولا من السودان ولا من الولايات المتحدة عن هذا الاجتماع المقترب رغم المرتقب، رغم أنه هو المفروض أنه يحصل يعني في خلال أيام 6 نوفمبر. إيه أسباب ده في رأيك؟ أنا أظن إن في أسباب متعلقة بأثيوبيا. هي الحقيقة أثيوبيا تبع تكتيك من فترة إنها بتحاول إنها تكسب وقت أكبر قدر ممكن، لأن عارفة إن بمجرد ملء خزان السد هتبقى مصر قدام الأمر بالواقع، وبمجرد ملء هذا الخزان هيبقى هناك تحييد لأي نوع من أنواع الحلول اللي ممكن تضغط على أثيوبيا بإنها تغير مسار البناء أو تعدل في بناء السد. بالنسبة للسودان، السودان الحقيقة نظرا للعلاقات اللي ظهرت بعد الثورة السودانية ما بين الجانب الأثيوبي ودور أبي أحمد في حل النزاع الداخلي السوداني السوداني، أصبح لديها رغبة شديدة جدا بأنها تتابع الموقف الاثيوبي او انها تدعم الموقف الاثيوبي، وهناك تنسيق كبير ما بينهم. انا اظن ان الولايات المتحده منتظره قليلا انها تتسلم ردود ايجابيه من الجانبين سواء الجانب السوداني او الجانب الاثيوبي، وبناء على هذه الردود ستسمح بانها تستمر في هذه المباحثات. طيب استاذ محمد، يعني المفروض ان اتفاق المبادئ في مارس 2015 اللي وقعه رئيس الجمهوريه مع الدول مع السودان ومع اثيوبيا بينص على ان الدول الثلاثه لازم توافق على وجود وساطه. هل تتوقع ان ممكن اثيوبيا او السودان يعلنوا بشكل علني ان هم بيرفضوا الوساطه الامريكيه؟ ممكن جدا، او احنا سمعنا من السيد رئيس الجمهوريه ان هو بينتظر لقاء مع السيد رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد في روسيا، والحقيقه ان السيد رئيس الجمهوريه ما طلعش بتصريحات واضحه حوالين الامر ده. ده كان اللقاء الاول، بغير ان احنا هنستأنف المفاوضات، استئناف المفاوضات بدون وجود اي اداه ضغط، حتى فكره اللجوء للتحكيم الدولي مش موجوده عند الجانب المصري، ده بيخلي الجانب الاثيوبي في يعني ساعه من الوقت يعني ممكن ان هو يستخدم التكتيك دوت الى ما شاء الله بقى. فمهم لا شك في مشكله حقيقيه طب في استاذ فكره محمد ابقى الوساطه. معي ونتحول الان بشكل مباشر، نتحول الى البنتاغون في واشنطن وكلمه لرئيس هيئه الاركان الامريكيه. ما ترون الان هو عمليه ضرب مجمع البغدادي، هذه المشاهد. العملية تم تخطيط لها سلفا بشكل جيد، وهي تظهر قدرتنا والتزامنا على تدمير تنظيم الدولة وحماية المواطنين الأمريكيين. المهمة كانت مهمة صعبة ودقيقة، وتم تنفيذها بأعلى درجات المهنية من الجيش الأمريكي. وأيضا
And actually, let's go back a moment. Before I actually go to the dog, I would just like to show you the before and after. أريد أن أريكم صور قبل وبعد تنفيذ الغارة كما ترون. هذا هو المجمع قبل ضربه وبعد ذلك. وهذا يظهر نجاح الغارة ومستوى الذخيرة الذي استعمل. U.S. Special Operation Command military working dogs are critical members هذه الكلاب these animals protect you جزء من قواتنا المسلحة وتساهم في حماية حياة المدنيين وتتعامل مع أفراد خطرين وهذا الكلب شارك في 50 عملية قتالية ولقد تعرض لصعقة كهربائية في النفق الذي كان فيه البغدادي أريد أن أتحدث الآن عن تحليل الحمض النووي الذي قمنا به لتأكيد هوية البغدادي كما ترون أجرينا هذا الحمض وقارناه بعينات أو هذا التحليل وقارناه بعينات أخذناها من مكان الواقعة وأظهرت النتيجة تطابقا تاما وهذا لا يدع أي مجال للشك وختاما أريد أن أقول أنه بالرغم من مقتل البغدادي U.S. Central Command remains focused. فإن القيادة المركزية للقوات الأمريكية ستظل تركز جهودها على هزيمة تنظيم الدولة وبقية التنظيمات الإرهابية في المنطقة التي تهدد الولايات المتحدة وحلفائها. أشكر كل من شاركوا في هذه المهمة الناجحة. هذا جهد عظيم. الأفراد الذين شاركوا وخططوا في هذه العملية. Committed people did hard, risky work, and they did it well. قاموا بعمل خطير ودقيق ونجحوا فيه الآن. General McKenzie, with the death of. سنأخذ بعض الأسئلة. Can you just give us a sense of what the U.S. هل يمكنكم أن تعطونا؟ Are you seeing leaders start to emerge? And just as related. الآن القوات تدخل دير الزور هل يمكنكم أن تقولوا لنا كيف سيؤثر ذلك على العمليات ضد تنظيم الدولة وحماية النفط دعونا نبدأ بتنظيم الدولة تنظيم الدولة هو أيديولوجيا ولن ينتهي لأننا قتلنا البغدادي تنظيم الدولة باقٍ ربما سيحتاجون بعض الوقت لوضع شخص جديد في قيادة هذا التنظيم سيكونون خطرين وسيحاولون نوعا من أنواع الانتقام ونحن جاهزون لذلك علينا أن نعترف لأن أيديولوجيا من هذا النوع لا يمكنك أن تقضي عليها تماما تنظيم الدولة وتنظيمات أخرى at a level where local security forces wherever in the world it exists can deal with it. There's no نريد أن نحصرها بحيث تتمكن قوى الأمن المحلية في كل بلد من القضاء عليها وأن نمنعهم من مهاجمة الولايات المتحدة. نحن لا نرى مستقبلا خال من الدماء للأسف لكننا نريد أن ندفع باتجاه يكون في هذا التنظيم أقل فعالية نريد أن نحرص على ألا يسيطر تنظيم الدولة على موارد تقدم له أموال هناك تعزيزات في مناطق من سوريا ولا أريد أن أستبق الأحداث لقد قمنا بتأمين حقول النفط في دير الزور ومحيط نهر الفرات وسنعطي تفاصيل أخرى في وقت لاحق هل يمكنكم التأكيد بأن لحظات البغدادي الأخيرة كانت كما قال الرئيس
وأيضا هناك الحديث عن أجهزة إلكترونية تم السيطرة عليها من الموقع. دعني أبدأ من الجزء الثاني. سنستغل طبعا كل ما حصلنا عليه من موقع أو مقر إقامة البغدادي. أستطيع أن أقول لك لقد زحف إلى حفرة وقام بتفجير نفسه. كانت هذه ملاحظاتي العينية، ولكن لا أعرف أي شيء إضافي حول لحظاته الأخيرة. هناك لم يكن هناك قوات أخرى من تنظيم الدولة في المنطقة. لقد كان متخفيا، ولعل كثيرين أو حتى مقاتلين من تنظيم الدولة لم يكن يعرفوا أنه في المنطقة. ربما اعتقدوا أن هناك عملية روسية أو أمريكية، لم يكونوا يعرفون. بعض أو مركبة بيضاء اقتربت من نطاق العملية وتم التعامل معها أو معها بشكل مباشر. نحن لا نعرف بالضبط عدد القتلى في هذه العملية، لأننا لن نعود هناك لنحصيهم. هناك تغييرات خلال الأسبوعين الماضيين، الولايات المتحدة سحبت قوات، وأيضا على العملية التركية. دعيني أقول اخترنا توقيت هذه العملية بناء على عدة عوامل، منها اليقين، والولايات المتحدة لديها القدرة طبعا على الضرب من أي مكان وفي أي مكان. قمنا بتنفيذ هذه العملية لأن الوقت كان ملائما وتوفر المعلومات الاستخباراتية وضمان أن تذهب قواتنا وتخرج. هل يمكنك تقديم إيضاحات حول القتلى المدنيين؟ هل أطلقوا النار على القوات الأمريكية؟ وهل هناك معلومات إضافية حول طريقة كشف النفق الذي كان فيه البغدادي؟ نعتقد أن البغدادي أخذ معه طفلين، ونعتقد أنه ربما أطلق النار من الحفرة التي كان فيها. والآخرين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة وتصرفوا بطريقة عدائية. ونحن تبعنا التدرج في النيران وقواتنا الخاصة على مهارة عالية في ذلك. وكما تعرفون وتتوقعون درسنا هذا الأمر بشكل جيدا، وكشفنا وجود ملامح نفق في تلك المنطقة، وأيضا التحقيقات سمحت لنا بالحصول على هذه المعلومات. ونحن لدينا أيضا كلاب ماهرة في كشف هذه الأنفاق. والعامل الحاسم بأننا تمكننا، وكان طبعا لدينا هاجس بأن يكون البيت مفخخا، وأعتقد أن قواتنا قامت ببلاء حسن. سنأخذ سؤالين إضافيين. هل يمكن الحديث عن أي دعم محتمل قدمته قوات سوريا الديمقراطية؟ نعم أستطيع الحديث عن ذلك. وكما تعرفون نحن لدينا علاقات مع قوات سوريا الديمقراطية، وهم كانوا أو هم ساعدونا. هم لم يشاركوا طبعا في العملية العسكرية، لكن
ولا أي جنسية أخرى شاركت، لكنهم قدموا المساعدة. في حالة أسامة بن لادن البيت لم يكن فيه أي وسائل اتصال، هل كان البغدادي يستعمل شبكة الإنترنت؟ نعم، هذا سؤال جيد. نحن ما زلنا نبحث في هذه المسألة. ربما كان لديهم طريقة معينة أو توليفة إلكترونية معينة، لا نستطيع تقديم تفاصيل إضافية. سؤال أخير، قلتم هناك عنصرين سلما نفسيهما وهما الآن خاضعان للتحقيق، ولا نعطي تفاصيل إضافية. شكرا لكم، وأشكركم على حضوركم اليوم. كنا في مؤتمر صحفي من واشنطن للإعلان عن تفاصيل استهداف أبو بكر البغدادي رئيس تنظيم دولة الإسلامية، والآن نعاود مشاهدة بتوقيت مصر. عودة مرة أخرى أستاذ محمد، وخلينا حضرتك حكيت عن لقاء الرئيس السيسي مع أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا في روسيا الأسبوع الماضي، والحقيقة أنه كان لقاء طيب وتبادلوا الكلمات الطيبة، والرئيس السيسي هنأه بفوزه بجائزة نوبل وإلى آخره، ووعدوا الاثنين بأن هيكون في استكمال المفاوضات بشكل سريع. هل المشاهد دي كانت مشاهد عادية بروتوكولية للقاء، ولا فعلا ممكن تحدث تغيير؟ هو ليس بالنوايا الطيبة وليس بالكلمات الطيبة، رئيس السيسي دائما ما يمدح الزعماء اللي بيقابلهم، لكن الحقيقة احنا شايفين على الأرض في حاجة تانية. ان احنا بنتكلم على تصارع عملية البناء، وبنتكلم على ان احنا بنقرب من الوقت الحاسم اللي من خلاله هيتم ملء الخزان، وبعدها مش هنقدر ان احنا نعمل اي حاجة. حتى الضغط بفكرة التحكيم الدولي مش هتبقى متاحة، وكمان ان احنا مش قادرين ان احنا نبني حلفاء في منطقه حوض النيل. الحقيقه ان الازمه دي انا ممكن اسميها درس في كيفيه تقدم الحلفاء. احنا بدانا الازمه دي سنه 97 وكان عندنا عدد من الحلفاء، اخرهم كان السودان 2010 كان السودان كان معانا، ولغايه فتره قريبه كان السودان معانا. ولكن نظرا للطريقه الانعزاليه اللي من خلالها بيتم اداره السياسه الخارجيه المصريه، اصبحنا دلوقتي شايفين ان حتى السودان وهو اقرب لنا واللي هو متضرر بشكل او باخر من انخفاض حصته في المايه، طبعا كسبان في فكره الربط الكهربي، لكن حتى اقرب الحلفاء قدرت انها اثيوبيا انها تحايل. واحنا بنتكلم على وقت بتكسبه اثيوبيا، بنتكلم عن حلفاء بتكسبهم اثيوبيا، والمفاوضة المصري أو السياسة الخارجية المصرية تبدو أنها لا تملك شيء إلا الكلمات الطيبة اللي حضرتك أشرتي. بنشكرك، كنت معنا عبر خدمة سكايب محمد سعد، باحث في العلاقات الدولية. أصداء حادثة شهيد التذكرة ما زالت مستمرة. شهدت الصحف المصرية تضاربا في الأنباء حول موقف أسرة الشاب من تلقي تعويض وزارة النقل والبالغ 100,000 جنيه. فبينما نقلت بعض الصحف عن رفض شقيقة الراحل رفض الأسرة استلام الشيك من الوزارة، نقلت صحف أخرى أن من شقيقه ترحيب الأسرة بذلك. كما تقدم وزير النقل اللواء كامل الوزير وكذلك محافظ القليوبية ورئيس هيئة السك الحديد بالعزاء لأسرة الضحية. نشاهد المزيد من التفاصيل. الحقيقة ان رئيس القطر فتح الباب خلى اتنين ينزلوا والقطر ماشي، واحد نزل تحت القطر واحد على جنب. Yeah.
يردي مين دوت؟ لما كومسار يفتح باب قطر في اي بي ماشي وينزل منه اتنين عشان خاطر 70 جنيه فتح له الباب ورماه والقطر ماشي خلاه نزل تحت القطر. لا مش ابطال دول ناس شباب 33 سنة وهو عارف ان ده قطر درجة اولى فاخر مكيف لازم يركب بتذكرة. انا بدل المرفق ده واحد من احسن ضباط الجيش، يعني هم عارفين في الجيش هو بيعمل ايه. انا ما اعرفش حاجه اسمها بلاش، ولازم يا مصريين تتعودوا وتاخد خدمه تدفع تمن. ما فيش حاجه كده ببلاش، ما فيش ببلاش خلاص. في البدايه خالص تعزينا لاهالي الشاب محمد عيد، وبينضم الينا في الاستوديو شادي لويس الكاتب الصحفي. اهلا بك معايا شادي. يعني خلينا في البدايه نتكلم بشكل عام، ايه تقييمك لطريقه تعامل المسؤولين مع حادث يعني سقوط الشابين دول من القطر وهو بيتحرك؟ والله هو التعامل بتاع المسؤولين لاحقا، هم حاولوا يتفادوا حاله الغضب اللي كانت عند الناس اللي كانوا سواء كانوا في القطر او اهالي الضحايا او الناس اللي تابعت في وسائل الاعلام اللي حصل، لانه طبعا الموضوع اثار غضب ناس كتيره جدا، حتى المتعاطفين مع النظام او مؤيدين ليه حسوا طبعا بانه في حاجه مش مظبوطه في اللي حصل، وانه في مبالغه طبعا فادحه كان تمنها ارواح الناس. فهم حاولوا بشكل لاحق ان هم يتعاملوا مع حاله الغضب ديت وحصارها بانه الوزراء والمسؤولين تواجدوا في بيت المتوفي وحاولوا يتكلموا مع اهله وقدموا التعويضات اللازمه من الدوله وغيره. لكن هي الأزمة مش في التعامل بعد، الأزمة في المشكلة الأساسية، والمشكلة الأساسية مش إنه في حاجات ببلاش أو اللي لازم يستخدم خدمة لازم يدفعها، ده حاجة مفهومة طبعا في الدنيا كلها، لكن الأزمة إنه في منظومة كبيرة. يعني الشاب ده اللي هو أو الشابين اللي كانوا موجودين في القطر، هم موجودين في القطر عشان بيبيعوا باع جائلين زيهم زي ملايين من المصريين اللي عايشين برا السوق الرسمي في الدولة وعايشين على في السوق غير الرسمي، ودولت لا بيدفعوا ضرائب ولا عندهم تأمينات ولا عندهم معاشات، وهم بيضطروا يعملوا كده هوت لأن هم عندهم شغل ببساطة، وإن البلد ما فيهاش الحقيقة ما فيش شبكة للضمان الاجتماعي تتعامل مع الناس العاطلين سواء صغار السن الشباب أو كبار السن أو المتقاعدين. فالنتيجة إنه الناس بتضطر تتحايل على العيش، والتحايل ده إنه هو ما بيدفعش ثمن الخدمات، بياخد كهرباء من عمود النور اللي جنبه أو بيركب المواصلة من غير ما يدفع ثمنها وغيره وغيره وغيره. فأصل المشكلة مش إنه يدفع أو ما يدفعش، أصل المشكلة إنه في ملايين من المصريين تحت خط الفقر والدولة لا توفر ليهم أي طريقة للتعايش، فهم بيضطروا يلاقوا طريقة بس. طيب يعني من النقاط اللي المهمة في الحادثة دي تقريبا أن في مطالبات كتيرة بإقالة الوزير بعد الحادثة دي، تمام. وبعض المطالبات دي الحقيقة جت من إعلاميين محسوبين أصلا على النظام زي أحمد موسى مثلا على سبيل المثال، إيه رأيك في المطالبات دي؟ والله يعني دي ده احتمال يكون محاولة أن هم امتصاص غضب الناس، وده كان ابتدى من فترة بقاله شهر أو أكتر، إنه في وسائل إعلام بتتكلم عن فتح المجال العام شوية أو إتاحة فرصة للمعارضة أو إنه في عيوب لازم نتم التعامل معها. فالمطالبات دي مش بالضرورة تعني حاجة أكتر من إن هي بس بتمتص غضب الناس، أو إن هي ممكن تتطور إنه فعلا الوزير يتشال فيكون يعني يضحوا بيه، لأنه هو ده أسهل حاجة يتم التضحية بيها، فالدولة توري إن هي مهتمة بمشاعر الناس وبمصائرهم وكده. لكن هي القضية مش في الوزير الحقيقة، الحقيقة إن رأس السلطة والسلطة كلها بتقدم خطاب زي ما احنا سمعناه كده إنه هو لازم يكون في حزم ونظام عسكري وخلافه، وهذا الخطاب بيتسرب للدرجات التانية في الدولة. يعني في النهاية الكمساري أو مدير القطر ده هو موظف في الدولة، وبتجيله رسالة من الدولة إنه احنا
دولة بتدار بطريقة عسكرية، وإن وزير النقل ده راجل عسكري، وإنه راجل حازم، وإن رئيس الدولة راجل عسكري، وإنه مفيش حاجة اسمها ببلاش. فالنتيجة إنه لما يجي لك مواطن ويقع في إيديك فهو بيتعامل معاه بنفس الطريقة ديت اللي فيها عسف مبالغ فيه، وهو بيتعامل مع المواطن اللي قدامه ده كأنه مجند مثلا في معسكر في الجيش، فبيعاقبه إن أنت معكش تذكرة، طب ارمي نفسك من القطر بس. طب شادي، في سؤال كان ملح الحقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي وأنا شفته مكتوب بأكتر من شكل. تمام. فين الركاب بتوع القطر؟ فين الراكب اللي هيقول خلاص يا جماعة احنا هنلم الأجرة؟ فين الراكب اللي هيقول طب أنا هدفع والله التذكرة سيبهم في حالهم يا حاج؟ فين الراكب اللي هيقول يا جماعة مفيش حاجة اسمها واحد ينط من القطر وهو ماشي واستنوا لما نقف في المحطة وإلى آخره؟ تمام. يعني ليه المشاهد دي ما شفناهاش؟ والله الحقيقة أنا قريت، أنا سمعت التساؤلات دي وأنا سألتها بنفسي كمان، لكن أنا قريت بعد كده شهادة من أحد الركاب إن هو قال إن هو عرض فعليا على إن هو يدفع ثمن تذكرة لواحد منهم، وإنه كان رد الكمساري إنه ما تتدخلش يا أستاذ. وأنا متخيل الوضع، أنا متخيل إنه إن الكمساري هو عارف وجوهه، لأنه هم أكيد شغالين على الخط دوت، هم أو غيرهم. وفي علاقة كده زي الفار والقطة دايما بتبقى منهم. والحقيقة أنه المصريين يعني الفقراء كتير منهم هم متعودين على أن هم يسطحوا فوق القطر من فوق، ويتنططوا من فوق العربيات والقطر ماشي من فوق كمان مش من جوه، وينطوا فيه مش في العربيات بس، حتى في الأوتوبيسات وكل وسائل المواصلات بيتشعبطوا فيها وينطوا. فهو الحقيقة أنه اللي حصل هو كان طبعا تعنت من الكمساري، والضحايا ما حسبوش طبعا قدر المخاطرة، لكن هم كمان كان التهديد اللي جاي لهم ان هم هيتسلموا للشرطة في المحطة الجاية. وده هو المرعب اكتر، انه الاثنين الشباب دول اتفضلوا ان هم يخاطروا بحياتهم وممكن يموتوا، واحد فعلا بالفعل مات منهم، من ان هو يتسلم لاسم الشرطة، لانه فاهم انه في اسم الشرطة لن يتعامل تم معاه فقط بالاجراءات القانونية، والاجراءات القانونية تبقى غرامة وغيره، وطبعا لو راحت محكمة يعني ممكن الغرامة تحول لحكم حبس بس هيكون قصير. لكن اللي يخشاه المواطن ده وغيره، خصوصا لما يكون فقير وبائع جائل، انه هيروح الاسم، مش يعني لو ما اتضربش على الاقل هيتهان، ومحدش عايز كده. بس فالناس تختار ان هي تنط من القطر ويتحرك وياخدوا المخاطرة على انهم يروحوا. يعني مش عارفة الحقيقة المنظومة فين. يعني الناس بتقول ان منظومة السكة الحديد كلها فيها مشاكل، وان المشاكل دي جزء من مشاكل منظومة السكة الحديد، وان عمرها ما هتتحل الا بحل منظومة السكة الحديد. بس اللي انت بتحكيه دلوقتي يا شادي مش منظومة السكة الحديد فقط، ده في منظومة تانية جنب منظومة السكة الحديد ومنظومة ثالثة والى اخره. طب الحل فين؟ يعني الحل في المشهد ده وان ايه؟ والله هو الحل صعب وعويص جدا يعني، وهياخد وقت ومحتاج إرادة سياسية وغيره، ولا يتعلق بالسكة الحديد بس. بس هو الحقيقة يعني أبسط حاجة ممكن نبتديها بيها إنه في احتياطات أمان هندسية. يعني أنا في الأصل مهندس أشغال عامة، وفي الأشغال العامة دي من ضمنها هندسة السكة الحديدية، ففي مجموعة من القواعد الأساسية بتاعت الصحة والسلامة المفروض بتكون في أي قطر ماشي، وهي إن الأبواب ما تتفتحش والقطر شغال. يعني نظريا المفروض القطر بشكل ميكانيكي وما يفتحش الباب طول ما القطر شغال. اللي حصل إنه الكمساري بنفسه فتح الباب بالمفتاح بتاعه، ده اللي بيقوله الناس الشهود يعني، لأنه طبعا في حالة الطوارئ لازم يبقى في مفتاح طوارئ بيفتح بي. فهذا يجب انه يكون انه، وده قواعد فنيه واداريه بسيطه جدا في السكه الحديد، يعني مش محتاجه لا اصلاحات ولا تغييرات ولا حاجه، وموجوده والمفروض القطارات بتعملها صيانه. فالمفروض نظريا ان القطارات ما ينفعش تبقى ماشيه والبيبان بتاعتها بتتفتح، دي ابسط حاجه، ده ينقذ ارواح ناس كتير. طب ما زي ده، ما ده زي محطه مصر، ان المفروض نظريا ان القطر يقف برضه، ولكن ده ما بيحصلش في النهايه. ما هو يعني انا طبعا ما اقدرش اقدم حلول اكتر من كده، من ان انا اقدم النظري. العملي ده بقى ده مسؤوليه الناس اللي شغالين في السكه الحديد والناس اللي بتدير الدوله وغيره. بس لكن انا بقوله ان المشكله ما هيش عويصه الى هذا الحد. يعني هو طبعا في هذه القصه فيها مشاكل كتيره جدا وملابسات ليها علاقه بخلفيات الشباب دولت،
والخطاب اللي بتصدره السلطة وفهم الكمساري ده لسلطاته وشكل القانون وشكل منظومة الأمن والشرطة ازاي بيتم إدارتها. لكن على الحد الأدنى ان احنا نضمن انه القطر وهو ماشي بأشبابه مفتوح بس كده. طيب شادي، لو رجعنا بس كم يوم لورا نلاقي ان مصر برضو عدت عليها كارثة سقوط بعض الأمطار، يعني توفى الله 19 مواطن في مصر. في رأيك هل في اختلاف من بين تعامل المسؤولين مع الحادثة دي ومع هذه الحادثة؟ والله هو المسؤولين كلامهم كان في الحادثة بتاعت المية يعني مثير للغضب الحقيقة، لأنه هم قالوا هم اعترفوا. الحقيقة هي أن مصر دولة ما بتتعرض، أو مش مصر، القاهرة بشكل خاص كمدينة لا تتعرض لأمطار غزير، ولما بتحصل ليوم أو اتنين بالكتير جدا. فلما هم بيصمموا أي شبكة للصرف لازم ياخدوا معاملين فيه، واحدة الصرف الطبيعي بتاع البيوت، والحاجة التانية الصرف اللي بيجي من مية الأمطار. فبيحصل إن كل الشبكات بيتحط عليها نسبة محددة حسب الكود الهندسي. فمثلا نفترض إنه هي لو ساعة الماسورة أو الشبكة تبقى كذا، بيضاف عليها مثلا 5% أو 10% علشان تستحمل مية الأمطار. اللي حاصل بوضوح إنه اللي بيصمموا وبينفذوا غالبا ما بياخدوش في الاعتبار هذه الحاجات، على افتراض انه دي تكلفة عالية جدا، وده اللي المسؤولين قالوا ان دي تكلفة عالية جدا، ان انت تضيف على تكلفة الشبكة 10% علشان يوم واحد بس في السنة. فعادي المية تغرق الدنيا في اليوم الواحد ده. بس على الاقل في حاجة اسمها الصرف السطحي. الصرف السطحي ده ان الميول بتاعة الطرق بتتعامل بشكل انه المية يتم تصرفها وانها ما تتركز في مكان واحد. فواضح انه ده كمان مش شغال. الكارثة الأكبر إنه إحنا طبعاً في حالة الصعق ده، إنه كان في أسلاك كهربية مكشوفة وغيره وغيره. فالدولة ما اعتذرتش، أو المسؤولين ما اعتذروش عن اللي حصل، لكن برروا بده بإنه التكلفة غالية، وده معناه إنه الناس، إنه لو مات 20 واحد كل سنة يعني مش مشكلة لو إحنا هنوفر 10%. فالموضوع يدعو الغضب. الحقيقة في موضوع القطر هم اتعاملوا بشكل مسؤول شوي، وده غالبا سببه انه الازمه كلها ممكن تحملها للكمساري، فما دام يسهل تحملها للكمساري تم تحملها ليه وخلاص. بس بنشكرك شادي لويس الكاتب الصحفي، شرفتنا يا شادي، شكرا ليك جدا. الف شكر. نخرج معاكم لفاصل ونعود لاستكمال فقراتنا، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. أدان ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكية اليوم في جلسة استماع أمام الكونغرس الانتهاكات الحقوقية في مصر، وخاصة بالذكر حالة الناشطة المعتقلة إسراء عبد الفتاح. يأتي ذلك بالتزامن مع بيان مشترك من مقررين خواص بالأمم المتحدة، وكذلك تقرير مشترك من منظمات حقوقية مصرية ودولية، وذلك قبل العرض الدوري لملف حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. الإدانات الحقوقية الدولية لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر ما زالت مستمرة، حيث أصدرت 6 منظمات مصرية ودولية تقريرا مشتركا يتناول أوضاع الاحتجاز في السجون المدنية والعسكرية ويركز على جرائم التعذيب. اتهم التقرير السلطات باستخدام الإهمال الطبي المتعمد، واتخذ حالة رئيس حزب مصر القوية المعتقل عبد المنعم أبو الفتوح كمثال، حيث يعاني تدهورا حادا بصحته. وتعتقد المنظمات أن هذا الاستخدام المنهجي للتعذيب الموثق بالشهادات لا يمكن أن يتم بمعزل عن توجيهات من رأس السلطة نفسه. شكرا فخامة الرئيس. وبالتزامن مع التقرير أصدر 5 مقرري خواص بالأمم المتحدة بيانا مشتركا يطالبون فيه بإطلاق سراح المعتقلين في مصر.
كما أعرب الخبراء عن قلقهم البالغ من شهادات التعذيب والإهمال الطبي الآتية من السجون، كما حدث مع الصحفية والناشطة إسراء عبد الفتاح والمحامي محمد الباقر. تصريح مماثل صدر اليوم، هذه المرة من ديفيد شينكر مساعد الوزير الأمريكي، والذي وصف تعامل السلطات المصرية مع الناشطة المعتقلة إسراء عبد الفتاح بالمشين، قائلا إنه تناول المسألة مع السفير المصري الأسبوع الماضي. كل هذه التحركات الدولية تأتي قبل أسبوعين فقط من عرض ملف مصر الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وتزامن معها إطلاق سراح بعض المقبوض عليهم بالأحداث الأخيرة. ولكن يستبعد معارضون أن تؤدي تلك التطورات إلى حلحلة حقيقية للوضع الحقوقي المتدهور في مصر، خاصة في ظل العلاقات الدافئة بين واشنطن والقاهرة بالوقت الحالي. وينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من جنيف أحمد مفرح، المدير التنفيذي لمؤسسة كوميتي فور جوستس. أهلا بك معايا أحمد، وخلينا نبدأ من تصريح مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأخير. الحقيقة حتى الآن ما شفناش أي بيان رسمي ولا من الرئاسة الأمريكية ولا من الخارجية الأمريكية عن الأحداث الأخيرة اللي حصلت في مصر. فإيه قيمة تصريح ديفيد شينكر حقيقي على الأرض الواقع؟ في البداية تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. هو تعبير عن يعني عما تراه الإدارة الأمريكية من مما يحدث في مصر خلال الفترة الماضية، وزي ما قلت حضرتك هو يأتي في إطار عدم وجود أو عدم تصريحات تمت خلال الفترة اللي فاتت، خصوصا ما يتعلق بالانتهاكات اللي تمت ما بين 20 سبتمبر ل 27 سبتمبر، ومن حالات الاعتقال الغير مسبوقة اللي حدثت للمتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الحقوقيين أو النشطاء السياسيين في مصر. فأهميته بترجع أن هو زي ما تم أو ما قيل أنه أول رد رسمي ما بين قوسين نستطيع أن نستطلع به رأي الإدارة الأمريكية عما حدث في الفترة من 20 ل 27 سبتمبر الماضي. طيب أحمد، أنت ساهمت في إعداد تقرير مشترك قدمته 6 منظمات للعرض الدوري للأمم المتحدة حول التعذيب والإهمال الطبي في السجون. إيه أهم اللي وصلتوا له في التقرير ده، وإزاي تأكدتم فعلا من صحة البيانات والمعلومات للضحايا اللي أنتوا كتبتوها؟ في البداية التقرير هو موجه لآلية الاستعراض للدوري الشامل بالأمم المتحدة، ودي باختصار شديد آلية بيتم فيها مناقشة ملف حقوق الإنسان في الدول الأعضاء للأمم المتحدة كل 4 سنوات. فهذه الدورة اللي هتبتدي في شهر فبراير، قصدي هتبتدي في شهر نوفمبر بعد أسبوعين من الآن، الدورة دي هتركز على عدد من الدول ومنها مصر. فالتقرير سلم لآلية الاستعراض الدور الشامل برؤية الائتلاف اللي احنا كنا أعضاء فيه مع عدد من المنظمات الأخرى المحلية والدولية، رؤيتها حوالين مدى قيام مصر بتنفيذ ما قامت بي يعني بإقراره خلال الدورة الماضية فيما يتعلق بجريمة التعذيب. مصر خلال الدورة اللي فاتت اللي هي كانت في 2014 أقرت بتنفيذ عدد من التوصيات قدمتها الدول الأعضاء مختصة بملف التعذيب أو بقضية التعذيب، مرتبطة بتعديل عدد من التشريعات الوطنية حتى تتوافق مع التشريعات الدولية والمعاهدات الدولية، تعديل السلوكيات الموجودة داخل السجون ومراكز الاحتجاز فيما يخص جريمة التعذيب، مناهضة جريمة التعذيب أو مكافحة جريمة التعذيب ذاتها، وغيرها من التوصيات. وإحنا في رؤيتنا أو فيما تقدمناه من في هذا التقرير بشكل أساسي إن مصر لم تقم بتنفيذ التوصيات وتنفيذ العهود اللي التزمت بيها واللي أقرتها في العام 2014 خلال ال4 سنوات الماضية أو خلال ال5 سنوات الماضية من تعهداتها، أنها لم تقم بالالتزام بأي من تلك التعهدات.
لا يوجد أي تعديل لتعريف جريمة التعذيب في التشريعات الوطنية، ما زالت التعذيب أو ما زالت جريمة التعذيب داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية هي جريمة متفشية ومنتشرة، وليست بحال من الأحوال جريمة فردية، وإنما من وجهة نظرنا هي سياسة دولة تتبعها الحكومة المصرية ويتبعها النظام المصري بحق المعارضين السياسيين بشكل أساسي وبحق المحتجزين باختلاف توجهاتهم أو اختلاف قضاياهم سياسيا وجنائيا داخل مراكز الاحتجاز المختلفة. ناهيك عن أن الأمم المتحدة ذاتها، ده فقط مش كلامنا وإنما أيضا ده كلام الأمم المتحدة في قراءة في تقريرها الصادر في يونيو 2017 حول الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز أو تفشي جريمة التعذيب داخل السجون ومراكز الاحتجاز. الجديد في هذا التقرير أن التقرير أشار بشكل واضح إلى أن الانتهاكات دي ليست فقط في السجون ومراكز الاحتجاز الموجودة تحت سلطة وزارة الداخلية، وإنما كذلك تحت ما يسمى أو ما تسمى سلطة الجيش المصري أو وزارة الدفاع فيما يخص المعسكرات الجيش اللي بيتم إلقاء القبض فيها على أشخاص وضعهم، أو السجون الحربية من قوسين المعروفة زي سجن الهايكستيب، زي سجن الجلاء في منطقة الجلاء المركزية في الإسماعيلية، وغيرها من بعض أو غيرها من مراكز الجيش المصري اللي بيتم احتجاز المدنيين أو المعتقلين السياسيين فيها ما بين قوسين. أيضا وجد التقرير بعد تحليل لأربع سنوات إن هذه الأماكن تتفشى فيها جريمة التعذيب، وهي للأسف جريمة بتتم تحت بصر وصل تحت بصر وعين الجيش المصري وإدارة الجيش المصري. وأيضا الجديد في هذا التقرير أنه أشار بشكل واضح إلى استمرار الجهاز الأمن الوطني في مصر بممارسة التعذيب الممنهج داخل مقراته، واللي أهمها مقر مدينة نصر ومقر الزغلي ومقر الشيخ زويد في القاهرة، واللي أضيف لها جديد مقر العباسية وغيرها من مقرات الأمن الوطني أو جهاز الأمن الوطني اللي بيتم اعتقال المحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي أو المعتقلين السياسيين، وبيتم ارتكاب جريمة التعذيب بحقهم حتى يقوموا بالاعتراف تحت التعذيب على جرائم لم يقوموا هذا بارتكابها. تقرير أيضا نعم أنتوا قدمتوا هذا التقرير عشان يكون جزء من العرض الدوري لملف مصر في الأمم المتحدة في نوفمبر، في شهر نوفمبر. إلى أي مدى العرض الدوري ده ممكن يكون مهم فعلا لمصر وممكن يغير ولو بشيء بسيط من أوضاع حقوق الإنسان في مصر؟ وهل ينفع نربط ما بين خروب العرض الدوري ده وما بين الإفراج على عدد كبير من الشباب اللي شاركوا في المظاهرات الأخيرة؟ خليني أقول لحضرتك بشكل أساسي، يعني دايما يعني الدرس المستفاد في تعاملنا مع النظام المصري وخصوصا زي أو الأنظمة القومية عامة من عهد مبارك لغاية الآن، إن الأنظمة المصرية بشكل أساسي بتتعامل مع الآليات الدولية على أن لها وجه، لا تريد أن يتم بحال من الأحوال تشويه ما بين قوسين أو كما يقولهم تشويه هذا الوجه داخل الآليات الدولية. فهم دايما بيحاولوا بقدر المستطاع بالعصا ما بين قوسين أو بالجزرة في أنهم يمنعهم وصول معلومات إلى الآليات الدولية أو المنظمات الدولية حتى يعني يحافظوا على وجههم اللي احنا بنشايفينه أنه وجه قبيح مليء بالانتهاكات ومليء بالممارسات غير الآدمية بحق المعارضين السياسيين بشكل أساسي أو بحق المواطن المصري بشكل عام. وبالتالي فلما بتكون في أي نوع من أنواع المراقبة الدولية على هذا الملف، الحكومة المصرية بتحاول قدر المستطاع أنها تجمل شكلها سواء عن طريق تهيئة الوضع أو المناخ ما بين قوسين قبل المواعيد المتعلقة بنظر هذه الملفات في الخارج،
أو إن هي بتحاول بإيصال استخدام ما تحت إيديها من وسائل زي الوسائل الإعلامية، أدواتها الإعلامية أو أدواتها الحقوقية اللي هي المنظمات الجونجوز ما بين قوسين أو المنظمات الحقوقية اللي بتشتغل تحت لواء الأمن الوطني أو المخابرات العامة في مصر، واللي بتقدم معلومات مفبركة وتقارير مفبركة حتى تقوم يعني بتجميل صورة النظام المصري بشكل أساسي. ده بيثمر بشكل بحال من الأحوال إلى أن في بعض القضايا بيتم التعامل معها زي أو بعض الملفات زي ملفات الإعدامات، زي ملفات الاعتقالات السياسية ما بين قوسين، زي ملفات التعاطي أو التعامل مع ملف المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر. فهو بيحاول قبل كل شيء أنه يهيئ بعض من المناخ اللي بيسمح له أنه لما بيقف قدام الهيئات الدولية بأنه يقول أو يقدم أن احنا قمنا بتلبية بعض الرغبات أو حققنا بعض التوصيات أو هكذا. يعني بيحاول أنه يستعين بأي شيء يقدر أنه يجمل به أو يقدر أنه يقف أو يدافع به عن صورته أو عن وجهه. الأمر اللي أنا عايز أشير إليه بشكل أساسي ويدخل في هذا الإطار أيضا، إن التقرير أشار إلى أمر في غاية الأهمية، وهو أمر من وجهة نظرنا يعني ما حدث حتى في عهد مبارك، يعني ما كانش بهذا الشكل، ألا وهو إن السلطة القضائية في مصر بشكل أساسي ممثلة في النيابة العامة أصبحت أداة من أدوات القمع اللي بتسهل جريمة التعذيب في مصر. وإن النتيجة دي توصلنا إليها بعد العديد من الحالات، أستطيع أن أقول إحنا في كوميتي فور جاستس لدينا المئات من الحالات الموثقة لجرائم تعذيب تمت داخل بعض مقرات النيابة العامة تحت سمع وبصر الوكيل النيابة العامة، ولم يقم بحال من الأحوال بالتعاطي معها، ناهيك عن أن بعض وكلاء النيابة العامة قاموا بارتكاب جريمة التعذيب بحق بعض المعتقلين والمعتقلات في والمعتقلين الفتيات والسيدات والرجال في مصر، حتى يقوم بإجبارهم على قبول بعض الاتهامات، يعني نوع من أنواع الفبركة. فده كان الأمر أحمد أنت إزاي بتوقفوا الانتهاكات دي؟ إزاي بتتأكدوا منها؟ يعني إزاي بتتأكدوا أن الضحية فعلا بيقول لكم أو أهالي الضحية بيقولوا لكم كلام حقيقي وقع بالفعل؟ هناك بعض المسارات اللي بيتم أخذها بشكل أساسي فيما يخص توثيق جريمة التعذيب. المسارات دي بشكل أساسي بيتم الاتصال أو التواصل المباشر مع الضحية إن أمكن، مع محاموه إن أمكن، بيتم الاطلاع مع محاموه أو مع أسرته، بيتم الاطلاع على الأوراق الرسمية الخاصة بالقضية، بيتم الاطلاع على ما لدى المحامي ولدى الأسرة من براهين، بيتم الاطلاع على ماذا قامت الأسرة، ما الإجراءات المحلية التي قامت بها الأسرة، هل تم تقديم بلاغ أو لم يتم تقديم بلاغ، كيف تفاعلت السلطات مع هذا البلاغ، وغيرها من الإجراءات اللي بتأكد لنا إحنا بشكل أساسي المعلومات الخاصة بالانتهاكات المتعلقة بجريمة التعذيب. البراهين والأدلة إحنا ما بنكتفيش إن إحنا فقط بنقوم بتوثيقها، وإنما كذلك بنعمل مع الآليات الدولية في الأمم المتحدة كجهة رقابية مستقلة ومحايدة تتعاطى معها الحكومة المصرية وتتعامل معها الحكومة المصرية، وبالتالي فإحنا شفافيا ومهنيا بتصل كل القضايا اللي بنقوم بتوثيقها للحكومة المصرية، والحكومة المصرية بترد عليها وبتحاول انها توضحها وبتحاول انها ترد على ما 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 تقدم ما نقدمه من معلومات. والامم المتحده وهيئاتها الرقابيه في النهايه بتقوم بالعمل على اخذ قرار في هذه القضيه بالقول بان هذه القضيه مورسه ضد الضحيه فيها جريمه تعذيب،
يجب أن يتم الإفراج عنه أو يجب أن يتم تعويضه، أو أن هذه القضية لم يمارس فيها قضية تعذيب وأن المعلومات التي مقدمة هي معلومة مفبركة. الأمر اللي أنا أستطيع أن أجزم به أنه خلال الفترة الماضية منذ العام 2014 حتى الآن لم تقم الحكومة المصرية بالرد على قضايا متعلقة بجريمة الاختفاء القسري أو بجريمة التعذيب وتم قبولها لدى الهيئات الدولية بشكل أساسي، لأن الهيئة الدولية تجد أن في انتهاك صارخ وواضح لكل المعاهدات والمواثيق وحتى المواد القانونية المصرية في تعاطي الحكومة المصرية والأجهزة المصرية مع ما يقدم من قضايا بشكل أساسي. فده الأمر اللي احنا بنستخدمه في توثيق جريمة التعذيب وفي توثيق جريمة الاختفاء القسري، إنها ليست فقط معلومات مقدمة من المجتمع المدني المصري أو الدولي، وإنما أيضا الآليات المعنية التي تعمل مع الحكومة المصرية وتتواصل مع الحكومة المصرية هي من تقول بشكل أساسي أن التعذيب في مصر هو سياسة دولة، أمر منهجي وأمر متفشي وأمر منتشر في كل مقرات الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وأنه يجب على الحكومة المصرية أن تعمل على محاولة إيقاف جريمة التعذيب وتقديم الجناه إلى العدالة والضرب بيد من حديد على من وصلت الصورة. أستاذ أحمد مفرح بنشكرك، كنت معنا من جنيف. أحمد مفرح المدير التنفيذي لمؤسسة كوميتي فور جاستس، شرفتنا أستاذ أحمد، شكرا لكم متابعتكم، ليلتكم سعيدة وبكرة أحلى بإذن الله يا رب.